تلقى ناس الآن زول تلقى دكتور بيدرس في جامعة أم درمان إسلامية درس تفسير ولون غير الله بينزل المطر ولون الشيوخ بينزل المطر اسمه صلاح الدين صلاح الدين بدوي الخنجر قال لهم نحن عندنا المشايخ بنزل المطر والمطر ذاته بحسب الطلب قال المطر قال بحسب الطلب في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب حواشتين سوا الكلام ده صح ولا ما صح يا شيخ حامد بس بيناتهم تجمد ولا ترس واحد فيهطل المطر هنا لأنك دفعت البياض وتحرم أنت وما بينهما إلا السرابة قالوا له والله نحن جيناك ودائرين مطر إلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله إلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله أهبي تسأل الله وغرضه ما بيديك مطر كأنه في كاشير بتاع مطر تجي تدفع دائر كم؟ كيلو مطر لوحين بتاع السحاب ولا ثلاثة الواحد معقولة يا أخي مطر بينزلوه بالطلب مطر بينزله الله سبحانه وتعالى عليك الله نحن ما أسي القيامة ما قربت يا ناس والله ما شايفه قربت غايته يعني والله قال قربت اقترب للناس حسابه لأنه ما ممكن ناس في بلد إسلامي مسلمين لله تعالى يقنعون إنه غير الله بنزل المطر زمان الموضوع ده اتحسم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون قال لك أنتم تنزل المطر ولا لا ولا الله اللي بينزل المطر سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم شنو تعلمون غير الله بنزل المطر وقال إلين فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله أس النازل مش اعترفوا إنه الوهابية بقولوا أسأل الله مش ده اعتراف منه ونحن ما وهابية ذاته ما في وهابي ولا تبقى وهابي طبعا النازل زي ما هم ختمية قادرية سمانية مكاشفية دارين برضو نسبة لرجال دارين برضو يبقوك وهابية ولك نحن شيخنا المكاشفي قلت شيخكم ابن عبد الوهاب لا نحن هنا نادي ابن عبد الوهاب والبنادي ابن عبد الوهاب عندنا مشرك وبيقدر يقول كلام زي ده وبيقدر يقول البنادي شيخنا مشرك ومشرك كيف ما مشرك زول قال يا الله تنجيني نادى كم نادى واحدا واحد قال يا الله ويا المكاشف نادى كم نادى واحد ولا نادى اثنين نادى اثنين ده شرك ولا ما شرك شرك يقول لك نحن ما قلنا الله زي المكاشف وانت قال ناس قريش بيقولوا الاصنام زي الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ما في مشرك قال ولدي اداني لله ما في لكن بتلقى واحد يقول ولدي اداني له الشيخ تلقى ولا ما تلقى كباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لامر يكل كباشي من غير مس وتفل كم ادى طفل كباشي دي في دي دي, دي اخ كلام خطير جدا والله تعالى يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن شنو الخالقون الجهل ده كثير يا ناس منتشر وده شرك بالله سبحانه وتعالى وده سبب الجهل قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون الزول المتعلم ده بقول لك نادي الله سبحانه وتعالى توكل على الله يعتمد على الله سبحانه وتعالى ده بقول لك الشيخ وكذا ودرد عليه كثير من الجماعات العاملين فيها متعلمين وعاملين فيها فاهمين وبيستهزئوا بأهل الدين يقول لك يا مولانا موضوعكم معروف يا هو توحيد وكذا والناس طلعوا القمر
والناس الحمد لله عملوا موبايلات، تتكلم مع الزول هو في أمريكا، تتكلم معاه هنا. هاو كان البطارية طفت بتتكلم؟ لا ما بتتكلم. لكن تدعو الله في أي وقت ما البطارية بتطفي ولا البطارية ذاته. أفهم الكلام؟ تدعو الله تعالى الدعاء عنده بطارية ما في، تسأل الله سبحانه وتعالى في أي وقت. وديل ديل بيستهزئوا بالدين، يقول لك موضوعكم واحد، هم ذاتهم موضوع واحد، هو ذاتهم موضوع، تلقاه شنو واحد، وانت تلقاك موضوعك له علاقة بالله سبحانه وتعالى.